تعتبر هذه زيارة هامة، لأنها من جهة تأتي لتأكيد الزيارات السابقة ولتأكيد الخيار الاستراتيجي للمغرب في إفريقيا، وتؤكد بأن العلاقات مع هذه الدول هي بحاجة دائمة إلى تدعيم وإلى تقوية، وأن ما تم الاتفاق عليه سواء في الجانب الاقتصادي أو الجانب كذلك التجاري أو كذلك في العمق أو في العمق السياسي والاستراتيجي لهذه العلاقات، فهي سائرة في طريق تدعيمها وتأكيدها في ظرف يعرف الكثير من التحولات وفي ظرف يعرف كذلك الكثير من التحديات. هي زيارة إذن تؤكد بأن الزيارات السابقة تندرج في أفق بناء علاقات متجددة مع هذه الدول ومع القارة الإفريقية، وتؤكد بأن العمق الإفريقي للمغرب هو بأن العمق الاستراتيجي للمغرب هو من أولوياته وخياراته الأساسية. هي زيارة تعرف كذلك زيارة رسمية لدولة غينيا بيساو، وهو يعني توجه يفيد بأن يعني في كل رحلة ملكية هناك تدعيم وتقوية لما تم بناؤه خلال يعني الزيارات السابقة، وتوجه نحو يعني تقوية وتدعيم وفتح مجالات جديدة. فبالتالي نحن أمام مرحلة تؤكد بأن هذه الزيارات وأن هذه الخيارات الملكية بالنسبة لإفريقيا هي خيارات تندرج في على المدى البعيد وفي استراتيجية واضحة معالم، وتندرج كذلك لبناء التعاون جنوب جنوب والتعاون القائم على مبدأ رابح رابح. وبالتالي هذه الزيارات إذا كانت في جوهرها تؤكد العلاقات علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وعلاقات كذلك يعني دعم وحضور المغرب في بناء وتنمية هذه الدول، فهي كذلك لا تخلو من أبعاد تساهم في دعم أمن واستقرار هذه الدول ومعها دعم وأمن واستقرار القارة الإفريقية. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم، ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هذا لو بوطون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.